السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الأربع الموافق 27 يناير 2021 من الميلاد. عايز أقول لحضراتكم الواحد أعصابه خلاص مش فلتانة، يعني ما بقاش في الواحد أعصاب. وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي شغالة مباراة مصر والدنمارك بطل العالم في النسخة السابقة في كاس العالم، المباراة اللي احنا كنا خايفين منها جدا والمباراة اللي كنا عاملين حسابها جدا وكنا قلقانين من فرق المستوى اللي بيننا وبين منتخب الدنمارك عشان العمالقة والوحوش اللي بيلعبوا فيها. لكن عايز اقول لكم بجد ان منتخبنا عامل مباراة اسطورية. وعشان اطمنكم بسرعة، يعني المباراة وقتها الاصلي خلص بالتعادل 28-28، ملحمة الحمد لله على كل شيء. وعايز اقول لحضراتكم والحمد لله والشكر لله برضو، مش عايزين نقول لو، يعني كان فاضل 30 ثانية والنتيجة 28-28 وكرة معانا، لكن قدر الله ما شاء فعل. للأسف عملنا تغيير غلط، ممدوح حاشم نزل بسرعة قبل ما اللعيب يخرج، فالترابيزة وقفت الماتش وقالت ان فيه تغيير، ناخد ايقاف دقيقتين لاعب والكرة بتتنقل للفريق التاني، مصيبة سودة وفاضل 20 ثانية. لكن الحمد لله الكرة كانت مع منتخب الدنمارك، حبوا يعملوا تكتيك كده. هانسن اللي هو اللعيب الاسطوري سبحان الله اللي ما بيغلطش غلط ولعب الكرة، كان عايز يلعبها على الوينج، قطعها الشاب بتاعنا مؤمن صفا الجناح اليمين بتاعنا، وانتهت المباراة بوقتها الاصلي 28-28 وحصل استراحة كده 3-4 دقايق. ودلوقتي ابتدى الشوط الاضافي، هو شوط اضافي واحد 5 دقايق في كرة اليد، مفيش بقى اكسترا تايم على شوطين بينهم استراحة وبتاع زي كرة القدم، لا. في كرة اليد المباراة الأصلية 60 دقيقة، 30 دقيقة على شوطين، 30 دقيقة و30 دقيقة، وبعد كده شوط إضافي لمدة 5 دقايق، واللي يكسب فيه، اللي ما يكسبش يلعبوا بعد كده ضربات جزاء. بس منتخب الدنمارك أحرز هدف دلوقتي. بس عايز أقول لكم بجد إحنا عاملين ماتش ملحمي، ماتش يدرس، واللعيبه رجاله في الدفاع وفي الهجوم، وحاجه الحقيقه ما حصلتش درجه ان مدرب المنتخب الدنماركي مش مصدق، مفيش فرقه على مدار البطوله عملت معاهم كده ولا حتى ربع كده. كان في نص الشوط الثاني هم مكتسحين كل الفرق بفارق اكتر من 5 أو 10 تجوان. وضربه جزاء لمنتخبنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله نحرزها، ودقيقتين الحمد لله كمان وخدهم ايقاف لمدافع المنتخب الدنماركي لان يحيى الدرع كان داخل في انفراد وهو منعه بعنف، فخدنا ضربه جزاء وايقاف دقيقتين لواحد من اهم المدافعين في المنتخب الدنماركي. وضربه جزاء دلوقتي لاحمد الاحمر. طيب لا مش هقدر بقى، بصوا عشان الاعصاب مش هقدر يعني امشي معاكم جون بجون ولحظه بلحظه لان هيبقى صعب قوي. بس عايز اقول لكم انه يعني انا قدامي حضراتكم دلوقتي كده 3-4 دقائق والمباراه تخلص، فكفايه ان انا اقول لكم ان احنا عاملين ماتش اسطوري. وانا من دلوقتي اهو قبل ما اعرف النتيجه هيحصل فيها ايه وقبل ما اعرف هنكسب ولا هنخسر، انا بسقف لمنتخبنا الوطني على الاداء الخرافي الرائع اللي هم عملوه، اداء ممتاز وتكتيك وكل حاجة عايزين تقولوها قولوها بمنتخبنا، تفخروا بيه سواء ربنا كتب لهم الفوز أو كتب عليهم الخسارة، لازم تفخروا بأداء منتخبنا لأنه بصراحة حظنا أن احنا قابلنا بطل العالم في دور الثمانية ومع ذلك عاملين معاه مباراة ممتازة. احنا متعادلين معاه 28-28 في المباراة الأصلية، والوقت الإضافي ده بقى خلاص يعني ده بخت وتوفيق، كرة هنا ولا كرة هنا، لكن إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرم من واسع وأحرزنا هدف الحمد لله. بقى النتيجة 30-29 لصالح الدنمارك، فرق هدف ليهم. وحنمشي بقى على أعصابنا كده شوية، وعشان أنا أعصابي على آخرها فمش هقدر الحقيقة أكمل معاكم، لا مش الحلقة، هنكمل الحلقة طبعا، بس هندي على حضراتكم دلوقتي التقرير ده كنا عاملينه عن استعدادات المنتخب للمباراة وأهمية المباراة وفعاليات البطولة بصفة عامة. هنشوف التقرير ونرجع تاني يكون ربنا فتح علينا فتحا مبينا إن شاء الله.
من أجل تحقيق هدف الوصول إلى المربع الذهبي يخوض منتخب الفراعنة لكرة اليد اليوم مواجهة مصيرية وشرسة أمام نظيره الدنمارك والتي يأمل الجميع أن يظفر بها المنتخب المصري، عاقدين الأمال على ما قدمه من أداء مشرف منذ بداية البطولة، واثقين بأن منتخب مصر قوي ينجح في تخطي عقبة أي فريق بالمونديال. فيشهد دور ربع نهائي البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك، فيشهد مواجهات بين فرنسا مع المجر والسويد مع قطر وإسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائي يوم الأحد، فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من الكونغو الديمقراطية مع تشيلي لتحديد المركز 27 وتونس مع النمسا لتحديد المركز 25 وأنغولا مع المغرب لتحديد المركز 29، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركز 31 بين كاب فيردي وكوريا الجنوبية لانسحاب كاب فيردي من الدور الأول بسبب حالات كورونا. وكان منتخب الفراعنة قد التقى مع منتخب الدنمارك في 4 مباريات ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، فازت الدنمارك في جميعها، لتأتي مواجهات اليوم لتحسم المصير، حيث نجح منتخب مصر في الدور الأول في تحقيق الفوز على كل من تشيلي ب 35 هدفا مقابل 29، ثم مقدونيا بنتيجة 38 هدفا مقابل 19 قبل الخسارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 مقابل 23، بينما شهد الدور الرئيسي فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا، وأخيرا التعادل على سلوفينيا بنتيجة 25-25 لكل منهما، ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركي. أهلا بحضراتكم، دي كانت أجواء المباراة أو أجواء ما قبل المباراة، وإحنا عايشين دلوقتي على أعصابنا. أنا عايز أقول لحضراتكم معلومة، إنه منتخب مصر بأدائه مش بس في المباراة دي وعلى مدار مباريات البطولة وسمعة منتخبنا الجميل في كرة اليد، مخلية المباراة دي عاملة زي ما يكون مباراة كرة قدم في كأس العالم. مصر كأنها بتلعب في كأس العالم في كرة القدم، البيوت كلها مشغلة الماتش حتى على القهاوي لأول مرة في يعني تألق رائع من المصريين في متابعة منتخبهم. ايه اللي حصل؟ مش عارف، قولوا لنا ايه اللي حصل. تايم اوت. ياه، مش عارف بقى، بس يعني الكرة الحمد لله طلعت بره. احنا واخدين تايم اوت. النتيجة كم؟ 31-29. فرق جونين للدنمارك، و معانا كرة مهمة ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. فبقول لحضراتكم في زخم واقبال ومتابعة وحشد جماهيري ممتاز، وده اللي دايما احنا عايزينه لكل من يحقق انجاز. اي حد بيجتهد وبيحقق حاجة لبلده لازم الناس تبقى وراه. فاكرين لما انا كنت بقول لحضراتكم السنة اللي فاتت على ابطالنا في السكواش، نجمتنا في السكواش سواء البنات او الرجالة اللي متفوقين في رياضة السكواش وهم أبطال العالم ومتصدرين الرانكينج التصنيف العالمي، وقتها أنا كنت زعلان جدا جدا. أنا بكلم حضراتكم دلوقتي بعيد عن الماتش عشان الماتش فيه استراحة، يعني فيه تايم أوت، وقت فني. اللعيبة ساعتها كانت واضح على السوشيال ميديا الأبطالنا، تخيل انت واحد زي ما واحده زي نور الشربيني ولا نور الطيب اللي هي بطله العالم ورقم واحد على مستوى العالم في الاسكواش، على مستوى العالم، تبقى بتكتب على السوشيال ميديا ان هي بتمشي في الشارع ما حدش بيقول لها صباح الخير، حتى لدرجه ان بعض الناس كانوا بيهزروا وبيقولوا لها، بتقول لهم شجعوني الماتش اللي جاي، يقولوا لها انت بتلعبي ايه؟ فاتريقت مره نور عليهم وقالت لهم والله انا بلعب بيلي. الحقيقه يعني حاجه صعبه قوي ان كل تركيزنا منصب على كره القدم. انا عارف انها اللعبه الشعبيه الاولى، وعارف انها الساحره وان هي مجننه الناس، لكن مش معقوله يبقى ابطال وفي رياضات زيها زي كره القدم كمان ويكونوا محققين كل هذا الانجاز ومحدش يقول لهم بم، محدش يدعمهم. يعني اللعيبه دي انا متاكد ان جزء كبير من التالق اللي هم متالقينه دلوقتي، والحمد لله يحيى خالد اهو النهارده في احسن حالاته، احرز هدف تقليص الفارق فبقى الفارق هدف واحد. قول لي يا انس دقيقه كام دلوقتي عشان مش شايف بس التوقيت. 70 50 ثانيه. ايه 70 50 ثانيه دي؟ ماشي 70 دي يعني 10 دقايق بعد ال
هم بيلعبوا قد ايه؟ ما علينا ما علينا، هنشوف يعني القصه ماشيه ازاي، بس في النهايه دلوقتي الفرق هدف لصالح الدنمارك، والمباراه ماشيه سجال كره بكره، وربنا بقى هو اللي عايزه هيكون. يعني هنا القصه بقى بخت وتوفيق، بس ربنا هو اللي عاوزه هيكون. معلش انا مش عارف افتح معاكم ملفات تانية، مع ان عندنا قصص وملفات حلوه جدا ولقطات حلوه جدا، بس بيلعبوا خمس دقايق هنشوف دلوقتي بس يعني. اوكي، وهم احرزوا هدف واحنا احرزنا هدف دلوقتي. سند محمد سند عمل هدف هايل، فرجع الفرق هدف تاني. ممتاز الحقيقه، ممتاز علي زين، ممتاز في الباصات ثروهات البينيه اللي على الدايره، ومحمد سند الجناح قطع من نص واحرز هدف، والنتيجه 32-31. احنا بس محتاجينهم ان شاء الله ضيعوا كوره، يعني ضيعوا كوره فاحنا نرد الكوره دي بهدف باذن الله ونتعادل، ساعتها تبقى قربت قوي، ساعتها تبقى قربت قوي، ومفيش حاجه بعيده على ربنا. بس في كل الاحوال انا بقول لكم، انا سقفت لهم من شويه ايا كانت النتيجه، وبعد ما يخلص الماتش هسقف ويعني افتخر بيهم برضو ايا كانت النتيجه، لانه يعني ما اقدرش الواحد يطلب حاجه اكتر من كده. جون هدف دنماركي كده بقى 33-31. القصة طول الوقت ماشية هدف بهدف الحمد لله، وكده بس. المهم ما نضيعش بقى، لان لو ضيعنا لا قدر الله هتبقى مشكلة كبيرة. بتهيألي فاضل ثواني او دقايق بسيطة جدا يعني، ف معلش خلونا بس مع بعض متابعين. بقول لكم كأن مصر بتلعب في كأس العالم يا رجالة، فيعني في كرة القدم، لكن هي فعلا بتلعب في كأس العالم دلوقتي في الهاند بول. والواحد بيني وبينكم، بيني وبينكم يعني، مستحرم المجهود الفظيع ده يطلع الفاضي، بيني وبينكم يعني، لان هم عملوا حاجه شبه الاعجاز. اللي انا شايفه قدامي ده وشفته على مدار الساعه اللي فاتت، والله حاجه شبه الاعجاز، لانه انت فرق المستوى بينك وبينهم كبير، وانت قدرت تتجاوز فرق المستوى ده وتتلاشاه وتتعادل في الوقت الاصلي 28-28، وكان كمان ليك السبق، لكن الحمد لله على كل شيء، ودلوقتي كمان لسه متمسك بالامل، وان شاء الله ربنا هيكرمنا من وسع. هدف الحمد لله، هدف الحمد لله، الحمد لله. 32-31 فرق هدف واحد. تسلم ايدك يحيى خالد النهارده، بسم الله ما شاء الله، متألق. اللهم صل على النبي، يعني ربنا يكملها على خير. الكرة دي بقى متهيألي ذهب، الكرة دي متهيألي ذهب، ربنا يكرم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، صدق الله العظيم. يا بركة بسم الله، يا بركة بسم الله، يا بركة بسم الله. احرزوا هدف ما بيجلوش ولاد الذين، ما بيجلوش بجد، ما بيجلوش، حاجه صعبه قوي يعني، قوي. عندهم هدوء اعصاب وثبات انفعالي وكل حاجه عايزين تقولوها، كل حاجه عايزين تقولوها قولوها على المنتخب الدنماركي، حاجه متكامله يعني. بسم الله ما شاء الله، ما بيجلوش. هدف وسام احرز هدف الحمد لله، هدف علي زين بيعمل تمرينات خرافيه على الخط التسعة متر، بينزلها على الدايره بسرو باص، يعني في فنيات واحترافيه كبيره. حلوين على راي خالد خيري المعلق، حلوين يا اولاد المصريين، ربنا يكرم. انا الواحد ضغطه علي، انا بس المشكله ان انا مش شايف التوقيت، فمش عارف فاضل قد ايه، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايه 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 في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هم صفر والدنيا في ايه؟ هو الماتش تعادل ولا الماتش بيحصل فيه ايه ولا ايه اللي حصل؟ رجع الفار على حاجة؟ هي الكورة كانت معاهم اهو، وبعدين هو عمل كورة، ايه ده بقى؟ مش فاهمها.
ايه ده بقى؟ ايه ده؟ معلش يا جماعه، انا عارف ان انا يعني ما معطلكم معانا، بس في حاجه مش مفهومه بتحصل في كره اليد دلوقتي. ال 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 اللاعب عمل حاجه مش مفهومه الحقيقه، وبالتالي الحكم موقف المباراه. المفروض التوقيت خلص، بس الحكم موقف المباراه وراجع للفار، راجع للفيديو عشان يشوف ايه اللي بيحصل. ليه نطلع فاصل ليه؟ ما احنا عايزين نطمن الناس. ايه بقى؟ انا عايز اعرف في ايه المشكله. انا عايز اقول لكم في هيصه واللعيبه بتكلم بعضها وكله بيخبط في بعضه وحاجه مش مفهومه كده بس. والفار عاملين كونسلتوا الحكام مع الاتحاد الدولي مع الدنيا كلها، كلهم عاملين. ايوه ايه بقى؟ اهم نازلين، اهم نازلين اهم. ايه بقى؟ ادى كارت احمر لمايكل هانسن، ادى كارت احمر لمايكل هانسن. ورمية جزائية فعلا. يا نهار ابيض، ادى كارت احمر على سلوك غير رياضي لمايكل هانسن احسن لعيب عندهم، والفرق دلوقتي هدف لصالح السويد 34-31، والوقت خلص ولينا بينالتي وهيشوطه محمد سند. لو احرزه هنتعادل ويتجدد املنا، لو مش عايز اقول لو عشان لو دي تفتح عمل الشيطان يعني. ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير، لان انا اكيد اكيد ربنا رايد لنا الخير، اكيد ربنا رايد لنا الخير ان شاء الله باذن الله. محمد سند داخل يشوط البنالتي، محمد سند داخل يشوط البنالتي، داخل يشوط البنالتي، داخل يشوط البنالتي. جون جون جون. اطلع فاصل بقى، اطلع كده فاصل. تعادلنا الحمد لله 35-35، ربنا كرم واسع وكبير جدا جدا. الله 34-34 87-87، المهم تعادلنا وتجدد الامل. وكده مش عارف بقى كده هيحصل وقت اضافي تاني ولا ضربات جزاء، بس هانسن ده خد كارت احمر اللي هو احسن لاعب في العالم واحسن لاعب في المنتخب. اطلع بلاش عشان اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحمد لله عرفنا ايه اللي بيحصل، الحمد لله والشكر لله، ربنا كرم واسع وكبير. الماتش الشوط الاضافي الاول اللي هو 10 دقائق خلص بالتعادل 35-35، الحمد لله، او 34-34، الحمد لله بعد الحركه اللي انا قلتها لكم دي. وقدامنا دلوقتي 10 دقائق كمان هنلعبهم، وفرقه الدنمارك بتلعب دلوقتي من غير احسن لاعب في العالم اللي هو مايكل هانسن اللي خد كارت احمر. كويس كويس. طبعا بقى مش هتابع معاكم العشر دقايق كلهم لان ده يعني هم، احنا تابعنا دقيقتين كان هيجي لي سكته قلبيه وذبحه صدريه، فالحمد لله قوي على كده. هبقى بلغ حضراتكم بقى بالحاجات المهمه يعني، بس النتيجه ما زالت 34-34 والمباراه سجال وفرقتنا عامله اداء اخطبوطي اسطوري عنكبوتي. ما حصلش، ربنا يديمها نعمه وان شاء الله تكمل كده على خير باذن الرحمن، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير لانها جت وراحت كتير، جت وراحت كتير، فان شاء الله يعني تبقى نصيبنا. وفي كل الاحوال، في كل الاحوال ولادنا يتعمل لهم تماثيل ذهب، يتعمل لهم تماثيل ذهب على الاداء البطولي اللي هم عاملينه. طيب انتوا عارفين ان احنا لسه في اجواء 25 يناير، واللي احنا اتفقنا من يوم 25 يناير ان 25 يناير هو عيد الشرطه، هو عيد وزاره الداخليه، هو احتفالنا بالمؤسسه الامنيه الشرطيه المحترمه المصريه اللي بيرجع احتفالنا بيها الى سنه 62، سنه 62 تقريبا. والقصة متعلقة بالحادثة بتاعت الإسماعيلية وصمود وبطولة أبطالنا في الداخلية أمام جيش الاحتلال الإنجليزي وقتها. الاحتفالات والأجواء مهم جزء جدا فيها القوى الناعمة والإبداع الفني اللي بيوريك مدى التضحيات والجهود الجبارة اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية. وزارة الداخلية شاركت في إنتاج عملين غنائيين إبداعين
ممتازين الحقيقة، يحسسوك بحلاوة اللي بيحصل في عمل المؤسسة الشرطية طول الوقت. واحدة منهم هذيع لحضراتكم دلوقتي أغنية تحت اسم أبناء الشهداء، والحقيقة أبناء الشهداء دي أغنية حضراتكم هتستمتعوا بيها، وأرجو أن أنتوا وأنتوا بتسمعوها وأنتوا عايشين معاها تحاولوا تحسوا الإحساس بتاع أسرة الشهيد أو زوجة الشهيد أو أم الشهيد أو ولاد الشهيد. الفكرة لولد صغير إزاي تقنعه وإزاي تفهمه إن بابا راح؟ طب وبابا راح ليه؟ طب وبابا راح فين؟ والناس تقدر تصدق على فكرة إنه مع إن بابا راح وراح في مكان أفضل وفي الجنة إن شاء الله، ويعني إيه كلمة شهيد؟ وإن أنا أكبر عايز أبقى زي بابا. إيه ده الكلام ده؟ إيه الجمال ده؟ عيشوا مع الفكرة وحيوا معانا أبناء الشهداء ودعموهم كمان لما تقابلوهم في كل مكان، خلوهم يرفعوا راسهم لفوق وقول له أنت ابن البطل، أنت ابن الشهيد، أنت ابن الراجل اللي ضحى بحياته عشان كلنا نعيش في أمان. سمعتوا الكلام وعشتوا الحالة، أروح له وراسي مرفوعة. دول المفروض ولاد الشهداء هم اللي بيغنوا وبيكلموا على إنه أنا عايز ألحق أبويا، سواء إن أنا أستشهد زيه وأبقى عضو في مؤسسة الشرطة وأبقى فرد في وزارة الداخلية أو حتى أموت موتة طبيعية، بس في النهاية عايز أروح له وراسي مرفوعة، راسي مرفوعة عشان هو والدي الشهيد اللي ضحى بحياته عشاننا كلنا. والحقيقة
الفكرة بتاعت الداخلية انا كلمت حضراتكم عنها شوية بشكل مستفيض، وقلت لحضراتكم انه واحنا بنتعامل وبنبص لعمل وزارة الداخلية وعمل افراد الشرطة لازم تبقى فاهم الحالة النفسية اللي هم عايشين فيها. انت بتتكلم على حد طول الوقت طول الوقت وتره مشدود، وتره مشدود يعني على اعصابه، لانه في مهمة خطيرة الغلطة فيها بفورة وما ينفعش يغلط، ولازم يبقى عنده ثبات انفعالي، ولازم يبقى عنده هدوء، ولازم يبقى عنده فهم للقانون وعارف حقه وحق المواطن المدني. حتى المجرم اللي هو بيقبض عليه له حق في ان ازاي تقبض عليه بشكل آدمي، وازاي توفر له الحماية الطبيعية والقاضي الطبيعي و و و وما الى ذلك. فالفكرة كلها تكمن في عملية صعبة جدا من التهيئة النفسية، اضافة بقى الى انه مش عارف الخطر جاي له منين، ومش عارف الرصاصه جايه لهم في الغدر فين، ومش عارف مين مستخبي له في الضلمه، وبيعامل منحرفين وبيعامل خارجين على القانون وارهابيين ومسجلين خطر. عيشه صعبه قوي 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 قوي، وبيشتغل في اجواء في منتهى الحر واجواء في منتهى البرد. ايه ده؟ بصراحه انا بقول لك انا ما استحملش، يعني انا ما استحملش ابقى عايش في هذا التوتر 24 ساعه في كل جزء من حياتي. وعشان كده التدريب سمة أساسية في شغلهم. اللي يتوقف عن التدريب أو ما عندوش الممارسة المستمرة أو ما عندوش الأداء البدني والقتالي المستمر الجاهز يقع. وزارة الداخلية عشان كده بتوفر لكل أفراد الداخلية التدريب المستمر والجاهزية المستمرة، سواء للعنصرين الرجال أو حتى السيدات اللي بيشتغلوا في وزارة الداخلية، ولهم منا كمان كل تحية. ده فيلر عن استعدادات وزارة الداخلية ورجال وسيدات الداخلية في العمل والجاهزية والاستعداد البدني والقتال الدائم. علشان مع بعض اكيد بيجي لنا نهار دايما جاهزين.
دايما جاهزين ودايما مستعدين ودايما احنا بيكم فخورين ومقدرين ومحترمين جهدكم العالي يا وزارة الداخلية. كل سنة وانتم طيبين، والحقيقة مش بس 25 يناير، وكل الأيام انتم بتقدموا لنا أعياد من الأمن والأمان وموفور الخدمات اللي في كل المجالات اللي احنا كلنا حاسين بيها ومقدرينها وبنشكركم عليها، وزارة الداخلية المحترمة. وتحية لكل فرد من أصغر فرد أمن بيشتغل في وزارة الداخلية إلى معالي وزير الداخلية اللي بنوجه له كمان التحية هو وكل قياداته ومساعديه. طيب أنا عايز أقول لحضراتكم المباراة تحرق الدم، مباراة تحرق الدم. عايز أقول لكم للفرقتين بقالهم تقريبا 3 دقايق الفرقتين ما جابوش أجوان. يعني الفرقتين بقالهم 3 دقايق الفرقتين الاثنين ما جابوش أجوان. احنا متقدمين بهدف الحمد لله، 35-34. ليه عشان ايه؟ ربنا يستر بقى، انا بجد الواحد اعصابه ما تستحملش. طيب احنا دلوقتي عندنا لقطات مهمه جدا وعندنا افكار مهمه جدا عايزين نقولها لحضراتكم، هنقفل بيها بقى. هنروح لاسمه ايه ده، هنروح لفاصل. بعد الفاصل تكون الدقيقه اللي فاضله دي خلصت، اقول لحضراتكم النتيجه بقى من غير حرقه اعصاب، اقول لكم كسبنا او كسبنا ان شاء الله او كده، يعني ان شاء الله بدون اي مشاكل، ونرجع بقى نبدا ملفاتنا بشكل كويس. مشروع تطوير الريف المصري، احنا بنتكلم على ما يقرب تقريبا من 4500 قرية، وبنتكلم على ما يقرب من اكتر من 35 الف تابع له. في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، تولي الدولة المصرية أهمية خاصة لتطوير الريف المصري، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير كرة الريف، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع بهدف التغيير الجذري لحال وواقع كرة الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية. ويستهدف المشروع 4500 قرية وأكثر من 30 ألف تابع لهم. ووفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 3 سنوات، وسيساهم المشروع في تغيير حياة نحو 55 مليون مواطن للأفضل في نهاية المرحلة، وأن الحكومة والدولة وضعت كل ما هو مطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب التي سيتطلبها هذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذه، وأن الدولة المصرية بالكامل مدعوة لتكثيف الجهود من أجل إنجاز هذا العمل بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجهد والموارد التي خصصت من أجله. ويتم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل، الأولى تشمل الكرة ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل الكرة ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم الكرة ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد الكرة الأكثر احتياجا وفقا لمعايير ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية وسوء أحوال شبكات الطرق وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. ويأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا، فلا يقتصر على بعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لمختلف القرى بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية. إسراء سعد آخر النهار. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وشفنا التقرير اللي بيتابع جهود الدولة لتطوير القرى والأماكن الريفية الأكثر فقرا. أنا عايز أقول لحضراتكم الماتش ما بيخلص، خلاص خلصت كل الأشواط بالتعادل 35-35، ودلوقتي بيتلعب ضربات جزاء ترجيحية، ودي بقى يعني قمة الحظ، قمة الحظ والتوفيق وعدم التوفيق، ويحصل اللي يحصل بقى. انا يعني مش هقدر اتابع معاكم قوي يعني، بس الدنيا ماشيه هدف وهدف يعني كده، ربنا يسهل. عايز اقول لكم حاجه سريعه كده لحد ما الماتش يخلص واقول لكم نتيجته، لان مش هقدر احكي لكم بقى واوصف لكم ضربات الجزاء ضربه ضربه
الماتش صعب بصراحة يعني، ماتش صعب صحيح. هما دلوقتي متفوقين 3-2، احنا ضيعنا ضربة وهم احرزوا الثلاثة واحنا احرزنا 2 بس، فكده هم متفوقين 3-2. ان شاء الله ربنا يكرم ونضيع ضرب وهم يضيعوا ضربة جزاء في حيث انه نتعادل، يعني اللي ربنا عايزه يكون بقى. دلوقتي يحيى الدرع ودي ضربة مصيرية، الحمد لله احرزها، الحمد لله رب. كده متعادلين بس هم ليهم ضربة يلعبوها، فان شاء الله خير، ان شاء الله خير. و خلاص بقى فاضل ضربتين هشرحهم لكم وخلاص، واللي يحصل يحصل. دي الضربة الرابعة بتاعتهم ودي مهمة، ان شاء الله ربنا يسهل الطيار يشيلها يا رب يا رب، ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله، كده تعادل الحمد لله. كده تعادل الحمد لله. دي مهمة جدا بقى الضربة الخامسة بتاعتنا، ان شاء الله علي زين بإذن الله يحطها بإذن الله، عشان يبقى الضغط مصدرينه اليوم هم بإذن الله يا رب بإذن الله يا رب بإذن الله يا رب بإذن الله بإذن الله. خرجت بره، خرجت بره، صدها الجون. دي اخر ضربة، دي اخر ضربة ليهم، لو احرزوها يكسبوا. دي اخر ضربة ليهم، لو احرزوها يكسبوا. يا رب يا رب، الحمد لله على كل شيء. احرزوها وهم اللي كسبوا، احرزوها وهم اللي كسبوا، الحمد لله على كل شيء الحمد لله. برضو انا قلت وعدت، والله انا وعدت ان انا هسقف، سبحان الله. يعني يا حبيبي يا حبيبي، لعبتنا كلهم بيبكوا، لعبتنا كلهم بيبكوا. عايز اقول لحضراتكم انه يعني سبحان الله سبحان الله، احسن اتنين في الفرقة هم اللي ضيعوا ضربات الجزاء، ودي طبعا بتحصل عادي جدا جدا جدا. احسن اتنين في الفرقة هم اللي ضيعوا ضربات الجزاء، احمد الاحمر اللي ضيع اول ضربة وعلي زين اللي ضيع اخر ضربة، سبحان الله. ودول احسن اتنين لعيبة اللي هم المفروض يعني ايديهم ما بتجليش، لكن قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. وعلينا ان احنا نفخر بمنتخبنا لانه عمل مباراة تاريخية واسطورية قدام ابطال العالم، والله والله انا معتبر ان احنا كسبنا زيهم بالظبط، مفيش اي فرق بينا. و يعني ده بقى بخت ربنا مش رايد، دي ارادة ربنا سبحانه وتعالى، لانه احنا عملنا كل حاجة. والمباراة الاصلية انتهت بالتعادل 24-24، والوقت الاضافي انتهى 35 ولا 34-34، والاضافي التاني انتهى مفيش. يعني ضربات الجزاء اللي دايما اسمها ضربات الحظ الترجيحية، والحظ اختار منتخب الدنمارك. وعيني طبعا دلوقتي عايز اقول لكم لعبتنا كلها كلها دموع، دموع تملى عيونهم، وحاجة تقطع القلب، حاجة تقطع القلب. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله قوي ان منتخبنا عمل الاعجاز ده، الحمد لله. طيب تعالوا نروح لواقعة، خلينا بقى نغير المود الوحش ده، عشان انا عارف انه كلنا دلوقتي من نفسنا. سبحان الله، علي زين، علي زين هو احسن لاعب في المباراة، اللي ضيع اخر ضربة جزاء، وكان السبب، مش هقول كان السبب يعني، كان ضربته هي كانت سبب في ترجيح كفة منتخب الدنمارك، بس في النهاية طلع هو مان اوف ذا ماتش، احسن لاعب في المباراة. و احساس صعب طبعا، احساس صعب لما انت تعمل ما كنت تعتقد انه المستحيل، ما كنت تعتقد انه المستحيل، وبعدين يروح من بين ايدك بالشكل ده، احساس صعب قوي قوي يعني قوي. لكن الحمد لله الحمد لله. عايز احكي لكم على واقعة، الواقعة دي فيها كتير قوي 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 من الاشارات،
فيها كتير من الإشارات السلبية والإيجابية وتدلك على معدن المصريين في حاجة وسلبية عند المصريين في حاجة تانية. الواقعة حكايتها انه في بنوتة جميلة عندها 21 سنة لسه متجوزة جديد وحامل في شهرها التاسع وخلاص على وش ولادة. وللأسف الشديد هي كانت قاعدة لوحدها لان جوزها بيشتغل في شرم الشيخ على بعد 6-7 ساعات سفر منها، وكان بيتابعها طول الوقت بالتليفون لانه عارف ان هي في الساعات الاخيرة وممكن في اي لحظة تولد. المهم ندى تعبت وحست انها خلاص على وش ولادة، والام الولادة والام الطلق جولها وخلاص يعني دقايق او وقت قليل قوي وتولد. فاتكلمت جوزها وقالت له الحقني انا بولد. عمل ايه جوزها؟ قام مكلم جيرانه في العمارة، وده طبيعي، قال لهم الحقوا الحقوا يا جماعة مراتي بتولد. المشكلة ان مراته دي كان عندها بقالها كام يوم برد، كان عندها برد، فالناس في العمارة فاهمين ان عندها كورونا فبيتحاشوها تماما. فالراجل جوزها كلمهم قال لهم يا جماعة انا قدامي 6 ساعات على ماجي، ارجوكم الحقوها. كلم رئيس اتحاد الملاك بتاع العمارة واحد من جيرانه وقال له الحقوا مراتي كذا. قال له ماليش دعوة. قال له يا حاج يعني ماليش دعوة، الست بتولد ولوحدها، غيتوها حد ينقلها بس المستشفى، هاتولها الاسعاف وبتاع، ماليش دعوة. دخل على الصفحة بتاعة العمارة اللي على الفيسبوك وكتب وقال يا جماعة مراتي فلانة الفلانية بتولد ارجوكم كذا. عايز اقول لكم محدش عبرها، كلهم ثقب بكمم وكلهم خايفين يقربوا منها. فالراجل هدا ربنا وهدا تفكيره الى انه يكتب على صفحة في الحي اللي هم ساكنين فيه، صفحة الفيسبوك بتاعت الحي اللي هي فيها مشاكل الحي وبتاع، وقام كاتب يا جماعة انا فلان الفلاني ومراتي فلان الفلانية ساكنة في العمارة الفلانية في الشارع الفلاني في الحي ده، وارجوكم هي لوحدها وبتولد ومفيش حد من العمارة عايز يغيتها ولا ينجدها. فما كان من بنوتة اسمها ندى ساكنة في الحي كتبت له قالت له حاضر انا هروح اشوفها، وقامت رايحة عايزة تدخل باب العمارة من تحت مقفول، كلمت رئيس الاتحاد وقالت له انا تحت افتح لي باب العمارة عشان كذا، قال لها لا، تخيلوا، قال لها لا مش هفتح باب العمارة وامشي بدل ما اكلم لك البوليس. انا مش مصدق الحقيقة رئيس الاتحاد ملاك ده مش عارف بجد قلبه عامل ازاي ولا شعوره الانساني عامل ازاي، قال لها امشي لا اكلمك البوليس. فنادى الحقيقة بمنتهى الشجاعة، قامت كسرة حتة من الازاز وفتحت الباب ودخلت. انا بحكي لكم قصة بجد حصلت. دخلت طلعت على الشقة بتخبط، البنت يا عيني مرمية على الأرض مغمى عليها ومش قادرة تقوم تفتح، بتخبط تخبط تخبط محدش بيفتح لها، قامت مخبطة على الجيران، الجيران مرضوش يفتحوا لها. تخيلوا ال 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 مش عايز أقول إيه الحقيقة، مش القلب القاعد امشي من هنا. قعدت تخبط 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 لحد ما في حد قالت لهم هكسر الباب وبتاع، واحدة من الجيران فتحت لها، فقامت داخلة ونطة من البلكونة، شوفوا البطولة، ونطت ندى من البلكونة على بلكونة البنت الحاملة اللي لوحدها، ودخلت لقيتها مرمية فعلا على الصالة وبنتها جنبها، ولدت لوحدها. سبحان الله. ندى معايا على التليفون، البطلة سوبرمان ولا سوبر وومن ولا سبايدر مان مش عارف سموها اللي تسموها بقى. مساء الخير يا ندى. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله ربنا يعزك. انا مش عارف بجد اشكرك ازاي ولا احييك ازاي ولا هنيك ازاي على النخوه والشهامه اللي جواكي. ربنا يخليك، تستاهل والله، احنا ما عملناش الا الواجب يا فندم. ما هو اللي انت عملتيه واللي انت بتسميه الواجب ده اللي هو ابسط انواع الواجب فعلا، الناس اللي المفروض كانوا يعملوه ما عملوهوش. معلش ما أخلي يعني خلينا بلاش نجيب سيرتهم بقى لحسن ده، هم قاعدين تحت السراير دلوقتي. بلاش نجيب سيرتهم والنبي. احكي لنا كده يا ندى، الواقعة حصلت زي ما انا ذكرتها كده؟ يا فندم اللي حضرتك قلته بالظبط، والله هو ده اللي حصل. انت قريتي بالصدفة على الفيسبوك استغاثة الاب؟
استاذ احمد لقيته كاتب على الصفحه عندنا في جروب ملاك الهضبه ان هو مراته بتولد وعندها ولاده مبكره يعني، ولوحدها في البيت لان هي في السابع مش في التاسع، فما كانوش عاملين حسابهم خالص ان دي ولاده. تمام. فكان الوقت متاخر، كان 3 بالليل، وكان طالب اخبار سيده ابيض. بالذات لان كان في ظروف تانية يعني، كان لازم ست اللي تروح يعني. تمام. فدخلت له على الخاص وقلت له يا فندم اديني العنوان. انت كنت فين ساعتها يا ندى؟ كنت في البيت. في البيت وانت في الهضبه؟ هذا الاهرام. تمام. تمام. بس فاخدت منه العنوان، وانا مش فاهمه حاجه، انا رايحه على اساس مراته عايزه تروح المستشفى بس، ايوه، لكن مش فاهمه في ايه يعني. كويس. فروحت العماره بخبط، محدش بيفتح لي البواب، انا شايفاه بس من ورا الازاز بس مش راضي يخرج. كلمت استاذ احمد يا فندم الباب مش راضي، مش مفتوح، محدش بيفتح لي. قال لي رني كل الزراير اللي عندك الانتركم ولحد ما حد يرد عليك. عملت كده، السكان كلهم فعلا بصوا لي من البلكونات، بس واحد ابيض. بس اللي رد عليا. يا نهار ابيض. والله واحد بس منهم اللي هو مش عايز اجيب اسمه بقى، الله يمسيه بالخير. بص لي من فوق قال لي انت عايزه ايه يا مدام؟ قلت له استاذ احمد في الدور الرابع عندكم مراته بتولد وحضرتك الصوت طالع اكيد سامعه يعني. قال لي هو ده وقت حد بيزور حد؟ قلت له مفيش حاجه اسمها زور حد، انا مش جايه يا ازورها، نهار حضرتك ابيض. المدام بتولد. راح قال لي طب روحي بدل ما تطلبي الفلوس النقد. لا حول ولا قوه الا بالله. مش انا مش دافعه، مش فاهمه في ايه. اتصلت باستاذ احمد، يا استاذ احمد هو في ايه، حصل كذا كذا. راح اللي جه عليه بقى عمال يعيط، عمال يعيط في التليفون طبعا يا ومرات. عيني، اب وعلى مسافه بعيده ومش عارف يعمل ايه وعاجز، فطبيعي انه يكون بيعيط خوفا على مراته وحملها. هو كان قليل لي الحيله صراحه على الاخر يا يعني، حبيبي. خلاص كده جاب اخره معايا وانا مش فاهمه حاجه من صوته. فبصيت كده قلت له يا ترى يا حاج افتح بالله عليك، الست بتموت، الست بتولد. برضه نفس الحكايه مش راضي يفتح، في ايه انا مش فاهمه حاجه. فببص في الارض لقيت حجر في الارض، خدته رحت كسرت الازاز بتاع المدخل ودخلت غصب عنه يعني. كويس. طلعت فوق، طبعا طلعت على رجلي، ما حدش يصلاني في الاسانسير. يا نهار ابيض. باب الشقه طبعا مقفول والست صوتها لسه طالع من جوه. خبطت على كل شغل في الدور. واحد هو الراجل ده طلع في الدور الرابع معاها وخرج لي برضه. قال لي انت عايزه ايه؟ وقعد يشتم وقلت له تبقى انا مش فاهمه في ايه يعني. ده حضرتك جارها اللي في الرابع اللي هو الباب في الباب. على يمين الشقه بتاعت يا نهار اسود. مدام ريم يعني. وقعد يشتمك. والله شتمني شتيمه وحشه جدا يعني. ربنا العيال قال لي ايه يعني. لا حول انا مش ولا فاهمه قوه برضه الا في بالله. ايه، انا حاسه ان في يعني موقف عدائي منه في الموضوع، بس انا مش فاهمه في ايه. كلمت استاذ احمد، يا استاذ احمد حصل كذا كذا، اقول لي اعمل ايه؟ قال لي اكسر الباب. قلت له الباب مصفح وانا لوحدي ما معيش حد. قلت له وحتى الحاج ما رضاش يديني اي حاجه اكسر بيها الباب. فقال لي يا مدام ده بيقولوا على هم فاكرين ان مراتي عندها كورونا وخايفين منك عشان كده يعني، او خايفين انك انت تخشيها. طيب خبطت على الشقه اللي على الشمال، فتحت لي واحده ست بعد فتره طويله برضو من الخط والترزيع. قلت لها يا فندم ممكن حاجه اخسر بيها الباب او اخش ابص بس اشوف المسافه اللي بين البلكونتين يمكن اقدر انطها. راحت قالت لي امشي يا ست انت من هنا بقى ما اجيب لك فلوس النقديه كمان، كلهم عايزين يحبسوني في اليوم ده. والله انا مش عارفه في ايه برضه، انا ده كله مش عارفه في ايه. اعمل ايه؟ فالواد اللي جه عليا قلت لها بقول لك ايه اوعي، رحت زقها ودخلت في شقتها غصب عنها يعني. ورحت كسر، نطيت من بلكونتها لبلكونة استاذ احمد وكسرت ازازه بتاع المسافه. كانت قريبه في البلكونات؟ لا مش قوي الحمد لله. الحمد لله يعني نطيتي من بلكونه لبلكونه في الدور الرابع؟ والله هي بس الحيطه في الحيطه، بس هي اللفه هي اللي كانت صعبه شويه عليا، بس الحمد لله ربنا ستر. انا مش عارف اقول لك ايه يا ندى. وبعدين دخلت لقيت الريسبشن برضه الازاز مقفول من جوه، فاضطريت اكسره هو كمان بالكرسي. يا نهار ابيض. دخلت لقيت المدام مرميه في الارض مهم عليها، كان خلاص صوتها سكت. انا كنت بعد شهر افتكرتها جرالها حاجه، الحمد لله طلعت صاحيه سليمه. بس هي اغمى عليها يعني، والبيبي بين رجليها. البيبي نزل بين رجليها. خلاص ولد. يا سبحان الله. يا سبحان الله. فتحت للدكتوره، ما كانت معايا، كانت واخده معايا واحده صاحبتي داليا دكتوره امراض نساء يعني، كنت واخداها معايا وفتحت لها الباب وخرجت وقلت لها الحقيقه داليا ده ماتت، وقعدت اعيط وكده. قالت لي لا يا ندم ما هي ما ماتتش، هي بس مهمة عليها، وعملنا لازم معاها والحمد لله. الحمد لله. جابت ندى على فكره. ما انا عرفت ان الوالد لما رجع وعرف البطوله اللي انت عملتيها والبنوته طلع والجنين يعني او الحمل طلع بنت،
فسموها ندى على اسم البطلة اللي كانت ليها سبب كبير الحمد لله في انقاذها. والله ولا بطلة ولا حاجة يا فندم والله يا انا عايز اقول لك انه ندى الصغيرة دي تعتبر بنتك زي ما هي بنتهم كده كمان يا ندى. طبعا طبعا استني والله. والله والله يعني انا لساني يعجز على ان انا زي ما انت قلتي المفروض ما اشكركيش على الواجب، بس اللي انت عملتيه الحقيقة في ظل السلبية والعجز واللابوبالاه اللي عند جيرانها ده فوق الواجب، دي بطولة وتضحية منك وشهامة ونخوة، ما حدش بيعمل كده اليومين دول بجد للأسف يعني، أنا ما حدش بيعمل كده. فأنا بحييكي على أن أنت بجد لسه عندك معدن مصري أصيل ولسه عندك النخوة والشهامة بتاعت المصريين الجدعان، أنت بجد مش بميت راجل بألف راجل. ربنا يخليك يا فندم. وحقك على راسي ومسحي الشتيمة اللي اتشتمتيها امبارح على 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 وش أنا. لا 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 ولا اي حاجه والله، ربنا يعزك كلك فوق راسي من فوق والله. انت عارفه الشتيمه لما تيجي من اهل العيب ما تبقاش ايه، معلش ما تبقاش عيب، ما تبقاش عيب خلي. تبقى وسام على صدرك انت وتشريمه شتيمه تلف وترجع للي شتمها يعني. هم اعتذروا لي يا استاذ تامر على فكره. ايه اعتذروا لي؟ اعتذروا لك بعد ايه؟ معلش بقى اعتذروا لك بعد ايه؟ المسامح كريم وانتي كمان كريمه ومحترمه ولازم تحضري اسبوع ندى الصغيره وتحضري فرحها ان شاء الله، ربنا يديك العمر ويجازيكي على قد نيتك وجهدك وشهامتك ونخوتك الحلوه يا ندى، ربنا يكرمك. ونموذج ندى ده نموذج المصريين المحترمين اللي بندور عليهم عشان نقول لهم بجد ربنا يكرمكم وربنا يكتر من امثالكم، والناس بقى اللي فقدت القيمه وفقدت النخوه وفقدت اي حاجه يا رب تتعلم منهم. انا عارف دلوقتي احساس كل واحد في العمارة عامل ازاي دلوقتي، وانا بقول لكم هتمشوا في الشارع متطين راسكم بسبب يعني انتوا عارفين لسان انا بيودي السجن يعني فبلاش، بس الله يسامحكم الله يسامحكم بجد يعني، وراجعوا نفسكم وكما تدين تدان. ده من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ربنا فرج عنه كربة من كرب يوم الآخرة أو يوم القيامة. فطالما أنت ما بتفرجش على حد همه وشايف حد قدامك بيستغيث وما بي خلاص أنت حر بقى، أنت حر، قابل يا عم الحاج. وبعدين خد كويس، أنا افتكرت النقطة دي، الحكاية بتاعت وسواس والهوس بتاع كورونا ده أنا بقول لكم إنه فوبيا مصنوعة. القصة حتى انا معرفش ندى معرفش الام دلوقتي اللي بنقول لها مبروك ومبروك مجالك وربنا يخليها لك ندى الصغيرة وان شاء الله تفرحي بيها ومليون مبروك يا احمد، وانا عارف كاب احساسه لما يكون على بعد 6 ساعات ومش عارف يعمل ايه وجاي سفر زي المجنون واهل العمارة اللي هم المفروض جيرانه اللي هو الجيران رب النبي يوصى على 7 جار اندى الخلق الله كده يعني، متخيلين احساسه عامل ازاي؟ ربنا يكون في عونه يعني. والحمد لله بنبارك له على مجاله كمان. انا ما اعرفش الام دي كان عندها كورونا ولا لا، بس انا بقول لكم كانت الليله دي كلها تخلص بكمامه. لو حضرتك خايف على صحتك قوي كده يا عم الحاج انت جارها اللي في الرابع اللي قعدت نزلت في ندى شتيمه، لو انت خايف على صحتك قوي وخايف على مش عارف ايه، كان كل اللي تقدر تعمله انت تنزل تفتح الباب وانت لابس كمامه، الموضوع انتهى، ما تلمس حد يا سيدي، ومحدش قال لك روح مع ندى وخش معاها الاوضه الشقه وبتاع، افتح لها باب العماره بس، اديها حاجه تكسر بيها وانت لابس كمامه خلاص كده انت زي الفل. ده لو انت كنت خايف قوي يعني من الكورونا، لان انا عارف ان انت بتاع كده بتنزل تشيش على القهوه عادي ولا يفرق معاك. انا مش عارف الحقيقه الناس دي بتعمل كده ليه، مش عارف. طيب بما اننا اتكلمنا عن كورونا تعالوا نروح نشوف التطورات اللي بتحصل على مساله مواجهه الدوله للكورونا ومساله اللقاحات وتوزيع اللقاحات وما الى ذلك. وينضم الينا الصديق العزيز والقيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه المكلفه بمواجهه فيروس كورونا. مساء الخير يا دكتور. دكتور حسام مساء الخير يا فندم، مساء الخير عليك وعلى كل المصريين. مساء الورد عليك ووحشني على المستوى الشخصي وبحييك وبقى شد من ازرك دايما على المجهود الرائع اللي حضرتك وزملائك بتبذلوه. مفتخرك على كل المستويات يا استاذ تامر وربنا يكرمنا، وبحييك دايما على الامثله اللي انت بتحطها، وخلينا ناخد من القصه اللي انت يعني كنت بتذكرها الان بتاعت ندى جزئيه ما زلنا لغايه دلوقتي مش مستوعبين كيف تنتشر الكورونا. طيب دكتور حسام انا اسف حضرتك ممكن تخليك معايا 30 ثانيه بس معايا، وانا اعتقد ان حضرتك عايز مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري
طبعا لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم باشمهندس هشام. مساء الخير باشمهندس هشام. ايوه مساء الخير يا باشمهندس. الحمد لله يا استاذ سامي. الحمد لله. لا الف مبروك من قلبي وبقولها لك، وروح بوس اللعيبه واحد واحد وقول لهم احنا بنبارك لكم وبنحييكم وفخورين بيكم كانكم كسبتوا كاس العالم. والله الله يبارك فيك. يعني احنا بنعتذر عن اللي حصل، كان نفسنا ان احنا نبقى على منصه التتويج. عملنا مباراه كبيره جدا جدا جدا، هنقعد الاجيال تتكلم عليها. انا من على منصتك بحيي اللعيبه والمدربين والاجهزه الطبيه، فرد فرد ولاعب لاعب، بشكرهم من كل قلبي. انتوا ابطال، انتوا شرفتونا وشرفتوا الرياضه المصريه بصفه عامه، طبعا الرياضه العربيه بصفه عامه. الحمد لله على اللي حصل، على كل شيء. والله يا باشمهندس انقل لهم ان المصريين كلهم والاعلام المصري كلهم بجد فخورين ومش زعلانين، احنا فخورين باللي حصل وشايفين ان دي اراده ربنا، ضربات الجزاء دي ضربات الحظ والحظ وقف جنب الدنمارك، لكن احنا فخورين بمنتخبنا جدا جدا جدا. الحمد لله، كتر خيرك يا استاذ سامر. ويعني كان نفسي نبقى على المنصه. الحمد لله احنا على منصه التتويج فعلا، بلادنا متوجين بالجهد الرائع، واحنا كمان فزنا بكاس العالم في التنظيم والتخطيط لهذه البطوله، وزي ما حضرتك قلت كده الملحمه اللي اتعملت النهارده هنفضل فاكرينها لابطالنا طول العمر. الحمد لله، شكرا يا استاذ. ارجوك يا باشمهندس حييهم وارفع من معنوياتهم، لان انا شفت دموعهم في التلفزيون كانت غاليه قوي 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 قوي. قول لهم احنا فخورين ولازم يتعمل لهم تكريم يا باشمهندس. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. طيب، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسه حالا كاتب على صفحته الرسميه تحيه فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكره اليد على الاداء المشرف امام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالا رائعا على الاداء البطولي وروح القوه حتى اخر لحظه من المباراه، شكرا لكم. والحقيقه يعني لفته ولقطه في موعدها ترفع جدا جدا من الروح المعنويه لمنتخبنا، وتحاول تطبطب شويه على الالام اللي موجوده والاحزان اللي موجوده عند منتخبنا دلوقتي، لانهم فعلا رفعوا الراس، وده قدر ربنا ولا رد لقضائه، فنحن له مسلمون وراضون وفخورون باداء منتخبنا. خلونا نرجع تاني لاستاذنا الدكتور حسام حسني. معلش يا دكتور، بس والله منتخبنا النهارده عمل حاجه ترفع الراس. يعني بالعكس يا استاذ، يعني انا فخور بمصر وفخور بالمصريين، ان احنا مش بس النهارده كان الاداء رجولي، وان احنا العالم كله كان متوقع فوز الدنمارك بفارق كبير. قد ايه اثبتنا للعالم كله ان المصري لما بيريد فعلا محدش بيقدر عليه. صحيح. وازاي ان احنا قدرنا ننظم بطوله لما العالم كله كويس ما قدرش ينظمها، مصر وقفت ونظمت البطوله ونجحت في تنظيمها. صحيح صحيح. بحيي مش بس التنظيم، بحيي وزاره الصحه المصريه في ازاي ان هي قدرت ان هي تعمل البابل، وازاي ان هي تحمي كل المشاركين وتثبت العالم قد ايه في مصر في وقايه وطب ورعايه صحيه. الحمد لله. فتحيه لكل المصريين. تحيه لحضرتك ولكل المصريين ومنتخب الهاندبول، وان شاء الله القادم افضل لنا باذن الله. كنت حضرتك عايز تكلمني يا دكتور عن فكرة انتشار الفيروس، خصوصا ان في حالة دلوقتي من حالة عدم الفهم شوية عند الرأي العام، هو الفيروس ايه؟ بيشد ولا بيضعف؟ بينتشر باعداد كبيرة، لكن درجة الخطورة او القسوة بتاعته بتقل. احنا في انهي مرحلة؟ يعني حاول تشرح لنا كده يا دكتور. خلينا نقولها بمنتهى البساطة، زي ما احنا قدرنا نعدي الفترة الأولى، أنا ما بسميهاش الموجة الأولى لأن هي بسميها الفترة الأولى من انتشار المرض. الفترة الثانية قدرنا ان احنا نعديها وبدأت الارقام تقل، لكن دي مش رسالة طمأنة، دي رسالة بنقول للناس ان الارقام بدأت تقل بوعيكم انتوا. ايوه. انا شايف ان الارقام في مصر بدأت تقل كويس. عندما التزم المصريين بالاجراءات الاحترازية. ايوه. مصر راهنت على وعي المصريين وكسبت من ساعة ما المصريين بدأوا يلتزموا. مش هقول من ساعة فرض العقوبات، لان ما اظنش ان فرض العقوبات تم بصوره مشدده. لكن من ساعه ما المصري الواعز اللي جواه والخوف اللي جواه على نفسه وعلى بيته وعلى اهله كويس بقى موجود كويس، وبدا يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، كلنا كنا شاهدين لما كناش ملتزمين.
تمام. واظن برضو كلنا شاهدين ان السواد الاعظم من المصريين اصبح ملتزم بالاجراءات الاحترازيه. عشان كده بقول ان طرق النجاه في المرحله الجايه هي ان احنا نكمل التزامنا باجراءاتنا الاحترازيه. بشكر المصريين على الفتره اللي فاتت، لكن بقول لهم لسه اللي جاي احنا لازم نلتزم فيه. لكن بنقول الفيروس لا ينتشر عن طريق الهواء، ينتشر عن طريق الرذاذ، يعني عن طريق السعال او البصق او العطس او ان انا اتكلم بصوت مرتفع. طب هنا السؤال بالنسبه لاختي اللي كانت بتولد، هي المصابه وداخل بيتها كويس وهنا الجو لن ينتشر، طب واللي جايه دي سليمه مليون في الميه، امنعها ليه؟ ايه المنطق ولا المنع؟ الحقيقه موقف غريب ومش مفهوم ومستنكر. منطق مريض كويس، منطق مريض، لان ممكن اللي يكون موجود ده قاعد في بيته امن يكون هو اللي مصاب. صح، عندك حق جدا جدا. وزي ما حضرتك قلت يا دكتور، وانا قلت انه يعني سيدي حتى لو انت خايف قوي قوي على نفسك كده، كمامه تخلص القصه. التزم باجراءات الاحترازيه، يلبس الماسك وتلبس الماسك وتخش وفي امان. صحيح صحيح، ما هو انتوا يعني بتتعاملوا وربنا يكرمها، هي نفسها اصيبت ما اصابتش، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لا ما ممكن ربنا يحميها، فما مستحيل يا دكتور، جزاء المعروف يبقى الا معروف. الا المعروف بالظبط كده. صحيح، ويعني الدليل على كده، الدليل على كده حضراتكم بتخلطوا مرضى كل يوم بقد كده بماسك وباجراءات وقائيه، والحمد لله ربنا محافظ على صحتكم يعني. كويس، واللي اتصاب فينا الحمد لله ربنا شفاه، واللي توفى منا كان نحسبه من الشهداء باذن الله. اللهم امين، اللهم امين. احنا دلوقتي بنتكلم عن بدايه تلقيح الاطقم الطبيه اللي ابتدى من خلال يومين، الاجراءات ماشيه ازاي، واللقاح ده جرعه واحده ولا كذا جرعه، والاجراءات ماشيه ازاي يا دكتور؟ حتى الان لا يوجد في اللقاحات اللي متوفره الان في العالم كله الا لقاحات تستخدم عن طريق جرعتين بينهم ما بين 21 يوم و 28 يوم. لكن في بعض اللقاحات اللي في اطار التجربه تستخدم بجرعه واحده، لكن حتى الان هذه اللقاحات لم تجاز للاستخدام لانها في مجال التجربه. فحتى الان كل اللقاحات اللي موجوده على مستوى العالم باختلاف التكنولوجي بتاع التصنيع بتاعتها كلها تستخدم عن طريق جرعتين بينهم 21 28 يوم. ممتاز. انت بعد الجرعه الاولى بتبقى لسه معرض للاثاره؟ حتى بين الجرعه الاولى والثانيه ما زالت في عرضه للاصابه، وما زال المتلقي للقاح، لان هو مش مريض، هو متلقي للقاح وانسان سليم تماما، ها؟ صح. لابد ان يلتزم بكافه اجراءاته الاحترازيه. نسبه الفعاليه تزيد بعد تلقي الجرعه الثانيه بعد 20 يوم او 28 يوم. من 21 28 يوم بالظبط زي ما حضرتك قلت كويس، ونسبه الفعاليه بتصل الى 86% بعد الجرعه الثانيه. بعد الجرعه الاولى نسبه الفعاليه حوالي 33%. ممتاز، وحضراتكم ابتديتوا بالاطقم الطبيه وهنبتدي كمان بكبار السن واللي حالتهم يعني فيها قابليه لتلقي المرض. اختيارنا للقاح كان يا استاذ تامر بيعتمد على مقياسين اساسيين. امان وفاعليه، وامان قصير المدى وطويل المدى. كويس، وفاعليه تشمل ان احنا باذن الله تعالى يبقى في فاعليه ان انا لا اصاب بالمرض، ولا قدر الله لو اصبت تبقى الاعراض طفيفه جدا 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 لا تتعدى دور البرد عادي. تمام. الامان ان ليست له اي اثار جانبيه، اللهم الا ممكن يكون حمار مطرح الحق او حكه مطرح الحق لا تدوم الا بعض ساعات، أو يجي تكسير في الجسم أو ارتفاع في درجة الحرارة تزيد عن 4 شرط أو 5 شرط وتستجيب لمسكنات أو انخفاضات الحرارة بمادة الباراستامول في خلال ساعات قليلة. تمام، أنا بشكرك يا دكتور، وإن شاء الله اللي جاي أفضل، وزي ما حضرتك تفضلت كده بتفاؤلك وبعزيمة المصريين وبالجهود الرائعة اللي بتبذلوها في وزارة الصحة، هنمر من هذه الموجة ونخرج منها منتصرين كمان زي ما عملنا في الموجة الأولى بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية. هنسيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيرصد الأعداد الرسمية اللي بتعلن عنها وزارة الصحة بالإضافة للتطورات الجديدة في مواجهة الدولة لكورونا، ومنه للفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل أخبارنا في آخر النهار. تشهد
تشهد الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة انخفاضاً في معدل الإصابات بالفيروس، وذلك دليلاً على انحصار ذروة الانتشار وفقاً لما قاله الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، والذي يرجع سبب الانخفاض إلى استعدادات وزارة الصحة والسكان وتجهيزات مستشفيات العزل والحميات والفرز والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 من مايو من عام 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بالإضافة لتطبيق صحة مصر المتاحة على الهواتف المحمولة. إسراء سعد، آخر النهار. رجعنا بعد الفاصل ومعايا على التليفون مفاجأة جميلة. هي مفاجأة جميلة لأنها وحشتني على المستوى الشخصي، ومفاجأة جميلة لأن حضراتكم كلكم بتحبوها. رحبوا معايا بالصديقة العزيزة والفنانة القديرة وفاء عامر. مساء الخير يا أستاذة وفاء. مساء الخير عليك يا أستاذ تامر، أنت بتنور أي مكان والله العظيم تروحه، وأنا بشكرك من قلبي بجد أن أنت بجد جبتنا نموذج مشرف بجد محترم. أتمنى إنها تطلع معاك حضرتك في البرنامج البنت اللي اسمها ندى القمر. أنا بقول البنت لأنها بنتنا. طبعاً طبعاً هي بنتنا كلنا، لأنها بتمثل المرأة المصرية الجدعة. صحيح صحيح. وأنا بقول لكل حد في عمارته حد عنده كورونا، ما تخافوش يا جماعة من كورونا، خافوا بس من ربنا. يا سلام عليك، خافوا من ربنا. يا سلام عليك، اعملوا لربنا بس. شفتي شفتي يعني شفتي شجاعة شفتي شجاعة البنوتة. يعني بصراحة أنا مش عارف أقيمها إزاي، وما أقدرش أقول لها غير إنه ربنا يقعده لك يعني إن شاء الله يا رب، ويجعله في ميزان حسناتها. هو سلف التامر. طبعا طبعا. إحنا على فكرة الكورونا دي جاية عشان نقعد مع بعض، عشان نسيب الموبايل، عشان ربنا يقول لنا إن فيروس غير مرئي بيدوس على رقابينا وبنتحط جوه التراب. صح. يعني إحنا ليه بنعمل كده في بعض؟ ليه؟ ده المفروض يعني نخاف على بعض. تساعد. خلاص أنت خليه احتفظ بنفسك، خلتيب الناس الجدعة مع بعضها. مظبوط. احنا كلنا في محن، كلنا في محن، لازم نقف جنب بعض. عندك حق، عندك حق. ندى دي تستحق التحية. انا والله أنا يعني لا، العفو العفو، ده انا ما عملتش حاجة، ده هي اللي تستحق كل الشكر، هي اللي بطلة. احنا بس دورنا ان احنا نظهر النماذج المحترمة على ندى، علشان يبقى عندنا يعني 50 مليون ندى. صح. احنا نص المجتمع. مظبوط. انا مش هتكلم عن الرجالة، لكن انا لا بلاش كلام عن الرجاله دلوقتي عشان بعافيه شويه. لا والله في رجاله جدعان والله. طبعا طبعا طبعا، بس يعني لما الرجاله اللي في العماره يعملوا كده، واحده بعيده قوي وهي اللي تيجي وتعمل البطوله دي وتنط من بلكونه في الرابع لبلكونه وعشان تنقذ واحده ما تعرفهاش، انا بصراحه لو راجل في العماره دي انا اختشي على نفسي جدا جدا جدا، واكسف اطلع بره العماره حتى. ده حضرتك انت اللي بتقول كده، لكن انا فخورة والله. انا بقى دلوقتي انا بقولك فخورة انني سيدة. احنا خمس بنات، يعني احنا خمس بنات. أيوة. بقول لكل بيت فيه بنات ارفع راسك. صح. انت عندك بنات بيفوتوا في الحديد. ايوه والله صحيح، بنات يفوتوا في الحديد. صح. الجدعانة على فكرة ورثوها البنات اكتر من الشباب. ده انا عايز اقولك حاجة اكتر تخلينا نفخر بندم، بس ما قلتهاش وقت التليفون معاها، وهقولها معاكي دلوقتي عشان ما كنتش عايز اكسفها. احنا من امبارح بنكلم ندى عشان تيجي معايا ضيفه في الاستوديو. عايز اقول لك كانت رافضه رفض شديد، وقالت يا جماعه انا ما عملتش حاجه، وارجوكم الفكره ان انا ما عملتش كده عشان اتشهر ولا اطلع برنامج، وضغطنا عليها ضغط فظيع لمجرد انها بس تعمل معانا تليفون مداخله هاتفيه. طب اقول لك على حاجه. اقسم بالله انا بكيت وهي بتكلمك يا حبيبتي. بكيت على الانسانيه، وبكيت ان في ست ممكن تكتب على جبين الرجال انها تصنع يعني اشياء فيها مروءه. صح.
فيها عز. عايز اقول لك والله يا وفاء لا رضيت تيجي البرنامج ولا حتى الاعداد قالوا لها طب ابعت لنا صوره ليكي على الواتساب عشان ننزلها وتامر بيكلمك، قالت لهم ولا صورتي تبان ولا اي حاجه، وكانتش عايزه التليفون الا بضغط شديد عليها. علشان ده بتغامر ذات ربنا. ايوه والله صحيح، ده بقى اللي هي لا فيها رياء ولا فيها مجامله ولا فيها شهره ولا فيها اي حاجه. عايزين نعمل جايزه للمروءه والانسانيه يا استاذ. والله صدقتي انا اوعدك ان احنا جايزه للمروءه والانسانيه، اوعدك ان احنا هنكرم ندى وهكلمك عشان تحضري تكريمها. ده انا على راسي على راسي على راسي. تسلمي. يعني حتى اجي لك ولو 5 دقايق. تسلم. لا يا فندم يا نهار ابيض، برضو لان انا كنت متابعه معاك الحلقه. عندك دسمه جدا، ربنا يكرمك. انتوا ولادنا وطلعتوا رجاله وكنتوا قدها، وفرق نقطه مش مشكله، فرق جول مفيش مشكله، لكن انتوا شرفتونا. صح، انتوا بجد الكوره دي حاجه عظيمه، والاول مره فعلا بنجتمع على اننا نتفرج على حاجه تانية غير كره القدم. صحيح. يعني انا شايفه الناس كلها متفاعله جدا مع الموضوع. الحمد لله. انا بشكرك، ودايما قلبك الطيب هو اللي بيخلينا نحبك زياده. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا استاذه، وان شاء الله اشوفك على خير قريب. وزي ما انت قلتي ندى اللي عملته النهارده يرفع راس كل بنت وفتاه وسيده ومراه مصريه للسماء، ونقول هو ده النموذج اللي احنا عاوزينه، وهو ده النموذج بتاع المراه المصريه. اما بقى فلا عزاء لهم الحقيقه، يعني يداروا اليومين اللي جايين دول عشان موقفهم وحش او 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 كمال يعني. طيب للاسف وقت حلقتنا النهارده خلص، كانت حلقه عصيبه فيها توترات وفيها اعصاب وفيها مشاكل وفيها فخر لمصر عن طريق ندى المصريه، وفيها فخر لمصر كمان عن طريق منتخبنا القومي للرجال. وانا هتكلم دلوقتي مع المهندس هشام نصر بقى بعد الهوا، واشوف ازاي انقل للولاد، ولاد دول يعني الولاد بتقول الولد يعني ولادنا واخواتنا في منتخب كرة اليد، فرحتكم وفخركم علشان ما يبقوش زعلانين، ازاي ننقل لهم الفرحة دي، ازاي بكرة نشوف القصة تمشي ازاي، لان هو خدوا بالكم مفيش مباريات ترتيب مراكز بقى، يعني مش نلعب بكرة ولا بعده مركز 7 و8 و4 و5، خلاص الموضوع انتهى، فالبطولة بالنسبة لمنتخبنا كده خلصت النهاردة، فمن بكرة وجب تكريمهم، اوعوا تسيبوهم للحظة يحسوا ان هم ندمانين او زعلانين، لان اللي عمل الملحمة دي لازم يرفع راسه لفوق. سيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيرصد عيد ميلاد يوسف شاهين. هتقولوا لي عيد ميلاد هو لسه عايش؟ هقول لكم اه، هو رحل بجسده لكن عايش بافلامه وروائعه، عشان كده وجب علينا ان احنا نقول له كل سنة وانت طيب يا استاذ يوسف شاهين. وصف بأنه أعظم مخرج في تاريخ السينما المصرية. إنه ببقى عصبي شوية، يعني من ناحية بلاش عصبي، ببقى مستعجل شوية، يعني عايز أقول كتير في فترة صغيرة، فدي تحتاج كمان لتكنيك خاص. أيوة. ومرات كمان شوية حيل خاصة، يعني وأنا صغير كنت بكلم بسرعة جدا جدا جدا. ولكن عشان في مرات الفكر كان يمكن عايز ياخد له كده حتة راحة فروح متأت. إنه يوسف شاهين الذي نحتفل بذكرى ميلاده هذه الأيام في 25 يناير من عام 1926. We've proven that we were civilized 7,000 years ago. That's not civilization. Civilization is how you contact the other people. Do you know how to love? Do you know how to care? This is civilization. يوسف شاهين سيظل واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية، وتظل أعماله شاهدة على مجموعة من المحطات الفارقة في السينما المصرية، ومنها مثلا الناصر صلاح الدين والأرض وباب الحديد وجميلة بحريد. إلى كده مدام ماجدة كلمتني الساعة 3 الصبح قالت لي يا يوسف تجيلي حالا. مدام ماجدة كده لها حاجات عظيمة، فرحت لها حالا ولقيت انها هي متخانقه مع الاستاذ العظيم عز الدين ذو الفقار، وقال لها طب انا مش عايز اعمل فيلم بس عايز يوسف هو اللي يعمله. فعملنا جميله، وكان يعني جميله ده فجر لي انا حاجات كتير، فاهم.
كما أنه يكاد يكون المخرج الوحيد الذي أرخ لسيرته ومسيرته في سلسلة من أفلامه مثل عودة الابن الضال واسكندرية لي وحدوتة مصرية واسكندرية كمان وكمان واسكندرية نيويورك، وقد تجاوزت شهرته حدود العالم العربي إلى العالم كلها. شاهين مولود في 25 من يناير من عام 1926 في الإسكندرية لأب لبناني وأم من أصول يونانية، درس في كلية فيكتوريا وحصل على الثانوية، وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد بسدين المسرحي ودرس المسرح. وبعد عودته لمصر ساعده المصور السينمائي ألفيزي أوربانيلي بالدخول في العمل بصناعة الأفلام، وكان أول فيلم له هو بابا أمين عام 1950. وبعد عام شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفي عام 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه اسكندرية لي عام 1978. وفي عام 1997 وبعد 46 عاما حصل على جائزة اليوبيل الذهبي من مهرجان كان في عيده 50 عن مجموعة أفلامه. وفي مساء يوم 15 من يونيو من عام 2008 أصيب شاهين بنزيف متكرر بالمخ، وفي 16 من يونيو من عام 2008 دخل في غيبوبة وأدخل إلى مستشفى الشروق بالقاهرة ونقل إلى باريس حيث المستشفى الأمريكية، وحتمت صعوبة وضعه الرجوع لمصر إلى أن توفي في 27 من يوليو من عام 2008 بمستشفى المعادي للقوات المسلحة بالقاهرة. إسراء سعد، آخر النهار.